السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ سارة يوسف. اليوم غنوجدو بلاص اللي كيكون اقتصادي وسهل التحضير، ما فيش مكونات كثيرة وكيجي رائع، نتمنىكم تجربوه. غنحتاجو ليه الحليب مركز غير محلى بوريسيما قيمة 170 غرام، غنحتاجو لدانون فاني والسكر حبيبات. انا هنا درت كاس لاروب، جاني حلو بزاف، يعني من الاحسن ديرو غير نص كاس ديال العنبه فهو كافي. اول حاجه كناخذ داك الحليب ديال بوريسيما تنكبو في شي اناء وكنديرو في الفريغو حتى كيجمد. علاش كنديرو باش يجمد؟ باش ملي كنخرجو، هانتوما كتشوفو كيخرج شويه قاصح، كنبقى نضربو بالطراب الكهربائي وكنبدا نطلع فيه، هكذا كيتهرسو ليا دوك القطع ديال الثلج اللي كنلقاوهم في الكلاص. هنا كيجيني كلاص كريمي، وهذا هو الدور ديال لا سوربيتيير اللي كتباع، انها كتبقى تدور الكلاص باش ما كيتكونوش داك القطع ديال الثلج. كنبقى نطلع في الحليب ديالي حتى تيتضاعف الحجم ديالو وتيولي على شكل كريمه. انتما تشوفوا انه بالباتور كيتضاعف الحجم ديالو وتيولي على شكل كريمه. كنزيد السكر وكنزيد كيف ما قلت نص كاس كافي. انا درت كاس لاروب، جاني حلو بزاف. ونزيد دانون ياغورت فاني، نقدروا نديروا اي نكهه، غير انا في الاول تندير دانون فاني باش من بعد اي نكهه كنديرها كتطغى. اما الا درت شي نكهه اخرى غيتخلطوا ليا النكهات، الفاني كيبقى محايد، اي نكهه كتزيدها عليه كيجي مزيان. كنزيد شويه القطرات ديال الروح الفاني، الا ما توفرش غنديروا غير سكر الفانيلا حتى هو تيجي مزيان، ونخلط هاد المكونات جيدا. من بعد نقدر نخلي الخليط واحد ولا نقدر نقسم. انا هنايا قسمته لجوج، نص درتو هكا بنكهه الفاني بوحدها، يعني كنشدو كنديرو في البواطه ديالي اللي تدخل المجمد، ونحاول نضربها باش يتقاد ليا السطح ديال الكلاص، ونخشيها في الثلاجه من طبيعه الحال ليله كامله ولا 8 ساعات على الاقل. النص الثاني ضفت ليه نكهه الفريز، هنا كتعطيني اللون والنكهه. تقدروا تفداوها، تقدروا تزيدوا النكهه اللي بغيتوا، تقدروا تزيدوا غير الكاكاو حتى هو تيجي رائع، يعني انا مجربه كيجي بالكاكاو مزيان. وتا هاد النكهه غنديرها في الثلاجه ليله كامله ولا 8 ساعات، المهم هو ان الكلاص كيجي رائع وغزال، كيبقى تزين تزينوه كيف ما بغيتو. نتمنىكم تشتركوا في القناه ديالي، نتمنىكم الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وتخليوا لي التعليقات ديالكم، تخليوا لي الوصفات اللي كتنتظروها والاقتراحات ديالكم، وشكرا لكم.